السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا دكاترة هنبدأ السيشن الخاص العملي بالفرتبرال كولومن. معاكم دكتورة وسام نبهان، مدرس تشريح طب الزقازيق. هنتكلم أول حاجة عن وظيفة الفرتبرال كولومن، عن عدد الفقرات اللي بتشكله، عن إزاي أفرق ما بين الفقرات وبعضها البعض في كل منطقة، وإيه هي الأربطة أخيرا اللي بتربط الفقرات دي ببعضها. اول حاجه الفرتبرال كولومن دوت هو الفانكشن بتاعته، الوظيفه بتاعته هو ايه؟ هو محور الجسم، بيمثل الاكسس بتاعنا بتاع محور الجسم، تمام. الحاجه الثانيه كمان انه بينقل وزن الترانك الى الايه التو هيب بون ومنها الى اللور ليمب، يبقى بيشيل الايه وزن الشخص. الحاجه الثالثه انه جواه كنال مهمه جدا، وهي الايه الفرتبرال كنال اللي بتحتوي من جواها على السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي او الحبل الشوكي سوري، اللي بتحافظ عليه جوه الفرتبرال كنال. يبقى ده كوظيفه للفرتبرال ايه كولومن. طيب لو احنا جينا بصينا هلاقيه مكون من عدد من الفقرات، كم فقره؟ تقريبا 33 فقره متوزعين. اول حاجه في منطقه السيرفايكال 7 فقرات، في منطقه الثوراسيك 12 فقره، في منطقه اللمبر 5 فقرات، في منطقه الساكرام هلاقي 5 فقرات فيوز توجيزر زي ما احنا شايفين، ومنطقه الكوكسيك يا جماعه بتبقى حوالي 3 الى 4 ايه كوكسوجيال فيرتبري، تمام. يبقى دي توزيعه الايه الريجونز بتاعتنا، سيرفايكال ثوراسيك لمبر ساكرام وكوكسوجيال. طيب لو جينا بصينا على شكل الكيرف بتاع الفرتبرال كولومن، هلاقي الفرتبرال كولومن مش حاجه ستريت، لا هلاقي فيها كيرفيتشر. هلاقي اول حاجه كونفكس لقدام في منطقه السيرفايكال، كونكيف لقدام في الثوراسيك، كونفكس تاني في منطقه اللمبر لقدام، وكونكيف في منطقه الساكرام لقدام. اذا كونفكس كونكيف كونفكس كونكيف. هل احنا بنتولد بالمنظر دوت؟ لا، المفروض ان احنا اول ما بنتولد واحنا ات البيرث بيبقى شكل الفرتبرال كولومن في الفيتوس بيبقى سنجل كيرف واحد فقط، بيكون كله كونكيف لقدام، تمام. مع الديفلوبمنت بيحصل ايه؟ بيبتدي الطفل دوت يقعد ويسند راسه. الاول طبعا بيسند راسه، فلما يجي يسند راسه يبقى وزن الهيد دوت هيجبر السيرفايكال فيرتبر ديت ان هي تعمل كونفكستي لقدام عشان تعادل الوزن ده، فتلاقي حصل سيرفايكال ريجون حصل فيها كونفكستي لقدام. طيب لما يبتدي هذا الشخص برضك البيبي دوت يبتدي يقف ويمشي، وزنه بيخلي فيه لود على اللمبر فيرتبري، فبيبدا يحصل حاجه اسمها ان الكونفكستي بتاعه اللمبر تبقى فورورد، تبقى لقدام. فهينتج عن كده ان منطقه السيرفايكال ومنطقه اللمبر بيحصل فيهم كونفكستي ناحيه قدام، ويزال ويكمل معايا الثوراسيك والساكرال زي ما هو، زي ما اتولد بيبي هو كونكيف لقدام. فيترتب على ذلك ان في الادلت الشكل اللي احنا بنشوفه هيبقى كونفكس في منطقه السيرفايكال واللمبر، ودي بسميها سكندري كيرفيتشر. ليه سكندري كيرفيتشر؟ لان هي بتحصل نتيجه لحاجات بتحصل بعد كده في نمو الطفل، سواء كان هو سند راسه او ان هو بدا يمشي وعلى رجله. اما منطقه الثوراسيك ومنطقه الساكرال فدول بسميهم برايمري كيرفيتشر. ليه؟ لان هم بيفضلوا زي ما هم كونكيف ناحيه انتيريوري، مش بيتغير الكيرف بتاعهم، وديت النورمال كيرفيتشر واللي بيحصل في الايه من اول ما بنتولد لغايه لما نوصل للادلت كيرفيتشرز بتاعتنا، تمام. الاشكال اللي تحت ديت بتمثل ابنورماليتيز في الفرتبرال كولومن، ديت مش عليكم بس بيبقى فيها ابنورماليتيز بتحصل، يا اما الردوزز يحصل فيه ان اللمبر يزيد قوي لقدام في الكونفكستي، او يحصل كايفوزز ان يحصل تحدب اكتر للظهر اللي ورا في الثوراسيك، او ان يحصل ان ما يبقاش ماشي في الميدل لاين، لا ده يبقى كيرفيتشر بتاعنا بيبقى ناحيه ايه لاترالي ويبقى مش ماشي في الميدل لاين، فبسميها سكوليوزز. فدي كلها ابنورماليتي بس هي مش عليكم ان ديتيلز في الايه في الموديول، تمام. يبقى ده الكيرفيتشر الطبيعيه اللي احنا هنبقى فيها في الادلت، هيبقى كونفكس لقدام كونكيف لقدام، بعد كده كونفكس لقدام، وبعد كده كونفكس كونكيف لقدام. ده في منطقه السيرفايكال الثوراسيك لمبر ساكرا. طيب نيجي بعد كده نمسك ايه فقره فقره. الاول اتكلم عن تركيب الفقره واعرف يعني ايه اللي بيشكل الفقره وايه اجزاء الفقره، وبعد كده ازاي افرق ما بين ايه الفقرات وبعضها البعض.
لو انا جيت بصيت كده يا جماعه على شكل الفرتبري، هلاقي الفرتبري عباره عن اول حاجه جزء امامي كده بسميه الفرتبرا البادي، والجزء الخلفي ده كله بسميه الفرتبرا الارش. فرتبرا البادي من قدام، ومن ورا بسمي حاجه اليو شيب ده بسميه فرتبرا الارش. وفي النص يا جماعه بيبقى في قناه في النص اسمها الفرتبرا الايه، فورامينا او الفرتبرا الكانيل مع بعضها لما تبقى فوق بعض. يبقى اي فقره همسكها دلوقتي اهي زي ما احنا شايفينها هتبقى عباره عن ايه، هتبقى عباره عن البادي جسم الفقره، تمام. وبعد كده الجزء اللي ورا ده كله بسميه فيرتبرال ارش، اما في النص يا جماعه بيبقى حاجه اسمها ايه، فيرتبرال كانيل، تمام. طيب نيجي بعد كده بقى لو مسكنا الفيرتبرال ارش دوت، هلاقي ان هو بيطلع منه كذا بروسيس. اول بروسيس هناخده هو البروسيس اللي واصل ما بين البادي بتاعنا وما بين الترانسفيرز بروسيس ورا الجسم الفقره دوت، طالع منه حاجه كده زي امتداد بسيط اهو زي ما احنا شايفين، واسمه ايه، البيديكل. اسمه البيديكل ما هو الا كونكشن طالع من البادي، من الباك بتاعه البادي، تمام، وراجع على الترانسفيرز بروسيس اللي بالعرض ده، تمام. لو جينا نشوفه كده اهو يا جماعه اهو بالمنظر دوت، هلاقي الوصله اللي طالعه هيت من البادي وجايه ناحيه الايه، ترانسفيرز بروسيس اهو زي ما احنا شايفينها اهو يا جماعه. ايه دي البيديكل اهي، هي دي البيديكل، الجزء الكونكشن ما بين البادي ورا وما بين الترانسفيرز بروسيس بتاع الفقره، اسمه ايه، اول حاجه عندنا البيديكل. طيب لو جينا ناخد الجزء الثاني وهو الايه، اللامينا. اللامينا الجزء ده الفلات بون بتبقى طالعه من عند الترانسفيرز بروسيس وراجع لورا، نفس القصه الناحيه الثانيه، ادي اللامينا هي ترجع من الترانسفيرز بروسيس وراجع على ورا الشوكه بتاعتي اللي هي السباين. يعني عندي تو لامينا دول بيتحطوا مع بعض ويعملوا لي الشوكه بتاعتي اللي هي السباين. طيب تعالي نشوف اللامينا ازاي بنجيبها اهي يا جماعه، نمسك فقره تانية نبص عليها اهي. اللامينا دي بتبقى عامله ازاي، بتبقى عباره عن فلات بون اهي طالعه من الترانسفيرز بروسيس وراجع على ورا تعمل الشوكه. اللامينا طالعه من الترانسفيرز بروسيس وراجع لورا بتعمل الايه، بتعمل السباين. يبقى لو شاورت لك على ديت هتقول لي اللامينا، لكن لو شاورت لك على ديت هتقول لي دي السباين او الشوكه او السباينس بروسيس، تمام. طيب البروسيس اللي بعد كده بسميه ايه بقى، بسميه ترانسفيرز بروسيس اهو. ده الترانسفيرز بروسيس بيبقى طالع منين، بيبقى طالع يا جماعه من نهايه البيديكل كده وراجع باصص لاترالي كده طالع من ترانسفيرزري بالعرض. يبقى اللي طالع بالعرض دوت يا جماعه بسميه ايه، ترانسفيرز بروسيس. شكله على الفقره عامل ازاي اهو، حاجه بالعرض اهيت اهي، ادي ترانسفيرز بروسيس حاجه بالعرض الناحيه دي اهي، ونفس القصه برضك ترانسفيرز بروسيس. يبقى دول على بعض كده يا جماعه بسميهم ايه، بسميهم ترانسفيرز بروسيس. هلاقيهم حاجه بارزه على اللاترال سايد على الناحيتين، تمام. ادي شكل برضك ترانسفيرز بروسيس اهوت، ادي واحد وادي التاني، اشوفها من الفيو دوت اهو، ادي البادي من قدام، ادي البيديكل، تمام. وبعد كده التو بروسيسز اللي طالعين لاترال دول بسميهم ايه، بسميهم ترانسفيرز بروسيس، تمام. هنا فين اللامينا بتاعتي اهي، ادي اللامينا اهي، واحده يمين وواحده شمال، وبتلحم وتعملي الشوكه بتاعتي اللي هي السباين، تمام. يبقى البادي وبعد كده البيديكل وبعد كده يا جماعه عندنا الترانسفيرز بروسيس وبعد كده اللامينا وبعد كده يا جماعه الشوكه ديت اللي بسميها ايه، السباين، تمام. نفس القصه مع فقره ثانيه اهي، ادي البادي بتاعنا، تمام، وادي اللامينا وادي السباين بتاعتي اهو. بس هنا شكل بقى الايه، البيديكل بتاعتنا تبقى حته صغيره خالص اهي، لكن الترانسفيرس بروسيس هنا له كاركتر معينه، في فتحه اسمها فورامن ترانسفيرزريوم، تمام، دي موجوده فقط في منطقه الايه، السيرفايكل. لكن دوت بسميه ايه، ترانسفيرز ايه بروسيس بتاع، هلاقي فيه خرم هنا في منطقه السيرفايكل، تمام. طيب ايه تاني كمان بروسيسز بتظهر عندي، بروسيس طالع لفوق اهو يا جماعه من الفقره بسميه سوبيريور ارتيكولار بروسيس. الاثنين دول بسميهم سوبيريور ارتيكولار بروسيس، واللي تحت اللي تحت هم بارزين بسميهم انفيرو ارتيكولار بروسيس. الاثنين دول ابورد بروجيكشن بروسيسز بتبقى طالعه من الجنكشنز بتاعت الايه، البيديكل كده مع ترانسفيرس بروسيس، واثنين طالعين لفوق. الانفيرو ارتيكولار بتبقى داونورد بروسيسز بتبقى نازله كده من الجنكشن بتاعت الايه، البيديكل مع ترانسفيرس بروسيس، بتبقى نازله لتحت. المفروض ان الانفيرو بتعمل ارتيكوليشنز مع السوبيرو ارتيكولار بروسيس بتاعت الفقره اللي تحتها، وهكذا لغايه لما نعمل ايه، المفصل، تمام. تعالوا نبص على شكل السوبيريور ارتيكولار بروسيسز
يعني لو انا بصيت في الفقره من الجنب هلاقي ديت بسميها السوبيريور ارتيكولار بروسيس، هما دول الاثنين اللي طالعين زي قرنين كده من الايه، من فوق الترانسفيرس بروسيس اهو، دول اسمهم سوبيريور ارتيكولار بروسيس. تمام. طب الانفيريور موجودين فين؟ اهم لو انا جيت بصيت اهم، ادي الاثنين اللي تحت دول بسميهم انفيريور ارتيكولار ايه بروسيس. تمام. يبقى اتنين سوبيريور واتنين ايه يا جماعه، واتنين انفيريور. واضحه كده؟ طيب نبص في فقره تانية برضك اهي، ادي السوبيريور ارتيكولار بروسيسز بيبقى عامله زي القرنين كده من فوق الايه، من فوق الفيرتبري. تمام. ومن تحت كده اتنين انفيريور ارتيكولار بروسيس، ادي اتنين سوبيريور وادي اتنين ايه، اتنين انفيريور. تمام كده. يبقى ده بخصوص تكوينة الفقره، ان هي عباره عن بادي من قدام، عباره عن بيديكل طالع منها. تمام. ويكون بدايه الايه، الفيرتبرال ارش. ما بين البادي وما بين الفيرتبرال ارش في فورامين بسميها فيرتبرا فورامينا. لما اكون فيرتبرا فورامين فوق الثانيه فوق الثالثه بعمل الفيرتبرا كانال، اللي هي القناه اللي ماشي فيها السباينال ايه كورد. اول حاجه ادي البيديكل طالع من البادي، وبعد كده هلاقي واحد واثنين بروسيس، واحد يمين واحد شمال طالعين لاترال اسمهم ترانسفيرس بروسيس. بعد كده هلاقي حته فلات بون كده راجعه من ترانسفيرس بروسيس بيقابل اختها الناحيه الثانيه وتعمل اللامينا، واللامنه مع بعضيها بتكون ايه، السباينس بروسيس الشوكه بتاعتنا. وبعد كده بالجنب اقدر اشوف في الفيو اللاترال هلاقي اتنين سوبيريور واتنين انفيريور ارتيكولار ايه بروسيسز على الفقره. تمام. ده بخصوص الايه، تشكيله الفقره نفسها. اهي تاني عباره عن ايه يا جماعه، اهي البادي بتاع الفقره، البيديكل اهو طالع من البادي، وبعد كده هلاقي ترانسفيرس بروسيس، وبعد كده هلاقي اتنين لامينا السباينس بروسيس سوبيريور ارتيكولار بروسيسز، والانفيريور لازم الف كده عشان اشوفها اهي، انفيريور ارتيكولار بروسيس. تمام. ادي الانفيريور ارتيكولار بروسيس. طبعا اللي في النص دي لو حطيت لك فيها حاجه اللي هي فيها الالم دي بسميها ايه يا جماعه، بسميها الفيرتبرال ايه، الفيرتبرال فورامين. طيب ايه الانتر فيرتبرال فورامين؟ انتر فيرتبرال فورامين هي الفتحه اللي بتبقى موجوده ما بين البيديكل اللي فوق والبيديكل اللي تحت. لما احط فقرتين فوق بعض كده بالمنظر دوت هلاقي البيديكل هنا مع البيديكل هنا بقى في مسافه ما بينهم، المسافه دي بسميها انتر فيرتبرال فورامين، انتر فيرتبرال فورامين، وده المخرج بتاع السباينال نيرف او العصب الشوكي اللي طالع من الايه، من السباينال كورد. تمام. تمام. ده بالنسبه للفقره. طيب ازاي اميز السيرفيكال فيرتبري من اللمبر فيرتبري من الثوراسيك فيرتبري؟ لو جينا نبص على شكل الفقرات اهيت، ادي منطقه السيرفيكال، ادي منطقه الثوراسيك، وادي منطقه اللمبر، بفرقهم بالترانسفيرس بروسيس. يعني ايه بالترانسفيرس بروسيس؟ تعالوا نشوف معانا الرسمه دي. بصوا كده، منطقه السيرفيكال بعرفها ان الترانسفيرس بروسيس بتاع الفقره هلاقي فيه ايه، هلاقي فيه فتحه اسمها فورامينا ترانسفيرزالي. واضحه؟ واضحه كده. تعالوا نبص عليها كده، انه فقره من دول فيها خرم في الترانسفيرس بروسيس؟ اهي الفقره دي فيها ترانسفيرس بروسيس، فيه فتحه وادي فيه فتحه، يبقى الفورامينا ترانسفيرزالي دي ومن مميزات مين، السيرفيكال فيرتبري. يبقى الفقره اللي انا ماسكاها دي فيها الفورامينا ترانسفيرزالي بتبقى سيرفيكال فيرتبري. تمام. طيب منطقه الثوراسيك بقى يا جماعه، لو جيت ابص على منطقه الثوراسيك ايه اللي يميزني في منطقه الثوراسيك؟ ابص يا جماعه في منطقه الثوراسيك اهي، هنا ده لاترال فيو ودوت ايه، انفيريور فيو زي ما انا شايفك، سوبيريور فيو سوري. طيب لو انا بصيت عليها من الجنب هلاقي في فاسيت موجود على البادي وفاسيت موجود على الترانسفيرس بروسيس. فاسيت يبقى اذا مكان مفصل. طيب ايه الحاجه المفصل اللي موجود على البادي وموجود على الترانسفيرس بروسيس؟ ده الضلع يا جماعه، الضلع بيعمل ارتكيوليشنز مع المكانين دول، بيمسك في البادي ويمسك في الترانسفيرس بروسيس. فانا لازم هلاقي فاسيت على البادي، وفي اغلب الفقرات لغايه تقريبا الفقره العاشره بلاقي على الترانسفيرس بروسيس فاسيت برضك، يبقى هلاقي عندي فاسيت على البادي والترانسفيرس بروسيس. اذا انا في منطقه ايه، في المنطقه اللي ماسك فيها الضلوع اللي هي سوري الثوراسيك فيرتبري. ادي هنا شكل ترانسفيرس بروسيس عليه فاسيت زي ما احنا شايفين اهو، وهنا من الجنب برضك عليه فاسيت. تعالوا نبص بقى هنا، دوت بعتبرها ايه يا جماعه، دي بعتبرها ثوراسيك. طيب عرفت ازاي ان هي ثوراسيك؟ هبص على ترانسفيرس بروسيس هلاقي في دايره زي ما احنا شايفينها كده فاسيت عشان الريب، هنا نفس القصه في فاسيت على البادي، يبقى هلاقي على طول ديت يا جماعه ايه، ان ديت ثوراسيك فيرتبري. اشمعنى عرفت؟ عشان في فاسيت على البادي وعلى ترانسفيرس بروسيس. اذا احنا دلوقتي في ريب ماسك في الفقره ديت، يبقى دي من الفقرات الظهريه. في طبعا علامات ثانيه بنميزها بس احنا بنكتفي بديت عشان ما نخشش في ديتيلز كتيره وتقدر تميز ما بين الفقرات بسهوله.
تمام. طيب الفقرات اللي بعد كده في منطقه الايه، منطقه اللمبر زي ما احنا شايفينها كده، ديت لاترال فيو لو انا بصيت عليها من الجنب، وديت لو انا بصيت عليها من فوق. لو انا بصيت عليها يا جماعه من من الترانسفيرزال بروسيس اهو، من لاترال فيو، هلاقي يا جماعه لا البادي ولا الترانسفيرزال بروسيس عليهم اي فسد، لان احنا بدانا في الفقرات القطنيه ما عادش في ايه، ما عادش في عندي ضلوع، يبقى اذا مش هلاقي في اي مفاصل موجوده لا على البادي ولا على الترانسفيرزال بروسيس، يبقى انا مش هلاقي اي فسد هنا. تمام، يبقى ده الدليل الاساسي عندي في ان انا اعرف الفقره ديت اذا كانت لمبر ولا لا. في حاجات تانيه زي ما احنا اتفقنا، جسم الفقره بيبقى كبير، ابص على الانفيرور اورتيكال بروسيس، ابص على السباين، بس احنا هنفرق هنا. خلينا في فرق واحد بس، امسك الترانسفيرز بروسيس والبادي مش عليهم اي فاسد، يبقى انا لمبر فيرتبري. ادي مثال اللمبر فيرتبري، ادي هي يا جماعه، ادي البادي بتاعنا اهو، همشي عليه اهو، مفيش اي حاجه خالص على البادي، مفيش اي حاجه. طب الترانسفيرز بروسيس بتاعها اهو، ولا الترانسفيرز بروسيس بردك عليه اي حاجه. يبقى انا لو بصيت اهو، قرب لكم الكاميرا اهي، لا البادي ولا الترانسفيرز بروسيس عليهم اي حاجه، تمام، ما عليهمش اي فاسد. بص الناحيه الثانيه كمان اهو، ايه دوت يا جماعه، البادي وادي ترانسفيرز بروسيس ما عليهمش اي فاسد، اذا ديت تعتبر لمبر فيرتبري. في حاجات تانية زي ما احنا اتفقنا بتاكد، بس ايه، خلينا في العلامه البسيطه ديت اللي هي بتفرق ما بين. اذا انا عندي اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين بالشكل، ادي بصيت على ترانسفيرز بروسيس لقيت فيه فورمان ترانسفيرزاريوم، يبقى ده سيرفيكال فيرتبري. بصيت على الترانسفيرز بروسيس والبادي لقيت فيهم فاسد على البادي وفاسد على الترانسفيرز بروسيس، تمام، يبقى انا على طول ايه، في منطقه الثوراسيك. طيب لو انا بصيت على البادي وبصيت على ترانسفيرز بروسيس ما لقيتش اي فاسد، يبقى انا كده في اللمبر فيرتبري. تمام، ده بخصوص ازاي افرق ما بين الفقرات وبعضها البعض. اخر حاجه، الحاجات اللي بتربط الايه، الفيرتبرا كولومن ببعضها. لو انا جيت بصيت يا جماعه على الفرتبري الفقرات دي، هلاقي الاتي يا جماعه، في اربطه مهمه جدا بتربط الفقرات ببعضها. ادي الفرتبري اهيت، هلاقي عليها من قدام بيربطها من قدام في البادي بتاعها انتيريور لونجيتيودنال ليجم، ده بيكون قدام جسم الفقره من قدام يا جماعه، بيربط كل الفرتبري من قدام. ومن ورا في واحد زيه يا جماعه، من ورا في البادي بتاعنا هلاقي في واحد زيه اسمه ايه، بوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت. اذا الفقرات من قدام ومن ورا هلاقي الانتيريور والبوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت. تمام، تعالوا نبص عليها هنا برضك في رسمه ثانيه اهي، اهي ادي جسم الفقره البادي، هلاقي من قدام اللون اللي هو البينك دوت، هلاقي دوت انتيرور لونجيتيودنال ليجمنت ماسك جسم الفقره من قدام، ومن ورا على البادي اللي هو قدام الحبل الشوكي على طول هلاقي ايه، في ظهر الفقره في البوستيرور اسبكت بتاعها هلاقي فيه البوستيرور لونجيتيودنال ليجمنت. يبقى دول اول اثنين ليجمنت عندنا. طيب بعد كده يا جماعه، لو انا شلت البادي بتاعنا اهو في الجزئيه اللي فوق دي، شلت البادي واتبقى عندي اللامنه، شايفين اللامنه اهي، في ما بينها وما بين اختها اللي فوقيها، ادي اللمنه اللي فوق واللمنه اللي تحت، في ليجامنت لونه اصفر اهو زي ما احنا شايفين، بسميه يا جماعه، بسميه ليجامنتم في ليفم، ليجامنتم في ليفم، ده بيربط الايه، اللمنه ببعضها البعض اهو، بردك واضح في الفيديو دوت، ليجامنتم في ليفم، تمام، يربط اللمنه اللي فوق باللمنه اللي تحت. طيب ايه تاني بردك يا جماعه من ضمن الحاجات اهي، تعالوا بردك نشوف في الفيديو دوت اهو، اللون اللبني دوت يا جماعه اهو، بيربط الايه، اللمنه اللي فوق باللمنه اللي تحت، اللمنه اللي فوق باللمنه اللي تحت، اسمه ايه، ليجامنتم في ليفم. طيب لو رجعت بقى لورا هلاقي السباين، السباين شايفين كده، ادي السباين بتاعتنا، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته اهم، ما بينهم هلاقي انتر سباينس ليجمنت في النص، ما بينهم انتر سباينس ليجمنت، تمام. وبعد كده يا جماعه هلاقي على الايه، السباين بتاعتهم على التب من بره اهو، سوبرا سباينس ليجمنت، ده بيعمل ايه، جوينينج للتب مع بعض، يبقى بين السباين وبعضهم انتر سباينس، وعلى التب بتاعتهم سوبرا سباينس ايه، ليجمنت، تمام، واضحه بردك في الفيو دوت اهو، ادي السباين وادي السباين، ما بينهم في انتر سباينس وسوبرا سباينس، بتكون الصفره ديت اللي هي على التب بتاعت الايه، السباين، تمام. في بردك بين الجنب، لو احنا شفنا من الجنب ما بين الترانسفيرز بروسيس وبعضها البعض، هلاقي ايه يا جماعه، انتر ترانسفيرز ليجمنت، انتر ترانسفيرز ليجمنت، خلاص. يبقى مجموع الليجمنت عندي واحد قدام وورا البادي بسميه انتيرير وبستيرير لونجيتيودنال ليجمنت، واحد ما بين اللمنه فوق وتحت اسمه ليجمنتم في ليفا، واحد ما بين ترانسفيرز بروسيس فوق وتحت اسمه انتر ترانسفيرز ليجمنت. بعد كده نرجع لورا ما بين السباين وبعضها انتر سباينس، على التب بتاعتها سوبرا ايه، سوبرا سباينس ايه، سوبرا سباينس ليجمنت اهم، نجمعهم على دي بردك تاني، انتيريور لونجيتيودنال ليجمنت قدام البادي بتاع الفقره، بوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت ورا البادي اوف بتاع الفيرتبري، ما بين اللامنه وبعضها هسمي دوت ليجمنتم في ليفم، ما بين الترانسفيرز بروسيس وبعضه انتر ترانسفيرز، ما بين السباين انتر سباينس، وعلى السباين من بره سوبرا ايه، سوبرا سباينس ليجمنت، تمام.
اخر حاجه هنتكلم عليها هي ايه؟ هي الساكرم. الساكرم دي هي اخر 5 فقرات في منطقه الساكرم، بتلحم مع بعضها وبتعمل جسم كامل اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه الساكرم. يعني الساكرم دي على بعضها 5 فقرات بس فيوزد توجذر. طيب مطلوب مني ايه؟ ابص عليها من الانتيريور فيو، وابص عليها ايه يا جماعه؟ من البوستيريور فيو ومن اللاترال فيو. تمام. لو انا جيت بصيت على الصوره دي زي ما احنا شايفينها كده، هم دول ال5 فقرات اهم، ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5، هيلحموا مع بعض. تمام. ومكان الفيوجن بيبان خطوط كده بالعرض، بيبان ده مكان الالتحام. طيب ايه اللي مطلوب مني اعرفه في الانتيرو فيو بتاع الساكرم دوت؟ هبص اول حاجه على اول واحده ساكرال اس 1، هلاقي البادي بتاعها من قدام بيبقى بروجكتد قوي. البروجيكشن ده اهو اللي احنا شايفينه ده بسميه ساكرال برومونتري. ساكرال برومونتري اللي هو ايه؟ اللي هو الانتيريور اسبكت بتاعت البادي تبقى بروجيكتد فورورد وتعمل ساكرال برومونتري. طيب الجناحات بتاعت الفقره نفسها بقى يا جماعه، الجناح ده والجناح ده بسميه ايه؟ بسميه الا اوف ذا ساكرام. الا اوف ذا ساكرام. يبقى اذا الاس 1 المفروض ان هي من قدام بروجيكت بتعمل ساكرا برومونتري، وبتعمل جناحات على الجنبين اسمهم ايه يا جماعه؟ اسمهم اعلى اوف ذا ساكرام. طيب تعالوا نبص عليها كده في البون اهي، ادي شكل الاس 1 من قدام الحته البارزه دي بسميها ساكرا برومونتري اهي. لو انا بصيت عليها من الجنب هلاقيها هي الحته دي ساكرا برومونتري، ساكرا برومونتري. طب وفين الجناحات اهي يا جماعه؟ الاله بتاعت الساكرام اهي، اله اوف ذا ساكرام دي كلها بسميها اله اوف ذا ساكرام. يبقى الاثنين دول اله ودي الساكرال ايه؟ ساكرال برومونتري. ايه تاني هشوفه في الانتيرو فيو؟ هشوف زي ما احنا شايفين كده فورامينا موجوده من قدام، حوالي 4 فورامين، واحده يمين واحده شمال، بسميها انتيريور لانها موجوده قدام، ساكرال لانها موجوده في الساكرام من قدام، فورامينا لانها فتحات، يبقى اسمها انتيريور ساكرال فورامينا. عندي كام واحده؟ 4 ازواج من الانتيريور ساكرال فورامينا بيخرج منهم السباينال نيرفز. تمام. تعالوا نبص عليها، طبعا واضحه جدا اهيت، لو حطيت لك فيها سلك ولا حاجه هتعرفها. ادي الانتيريور ساكرال فورامينا اهم 4، وادي 1 2 3 4 موجودين على الناحيتين. تمام. طيب مطلوب مني ايه تاني اعرفه بقى يا جماعه؟ ان انا هلف لاترال فيو كده وابص على شكل الساكرام، هلاقي في اللاترال فيو في حاجه اسمها ايه؟ اوريكولار سيرفيس. شايفين كده يا جماعه الاوريكولار سيرفيس ده؟ ده المكان اللي بيبقى عامل مفصل مع عظمه الحوض. لو جبنا عظمه الحوض وحطينا الارتكيوليشنز بتاعها، ادي عظمه الحوض اهي يا جماعه اهي، هلاقي ليها مكان بيعمل ارتكيوليشن مع الساكرام اسمه اوريكولار سيرفيس اهو اللي انا بشاور عليه دوت. بيمسك فين يا جماعه؟ بيمسك مع الاوريكولار سيرفيس بتاعنا في الساكرام دوت اهو. ابدا احط المفصل ده على ده اهو بالمنظر ده يا جماعه، يبقى ده شكل الارتكيوليشنز ما بين عظم الحوض وما بين الساكرام اهو. الاوريكولار سيرفيس بتاعنا في الهيبون بيمسك من الاوريكولار سيرفيس بتاعه الساكرام ويعمل الساكرو ايلياك جوينت. ساكرو ايلياك جوينت بيبقى بنفس الهيئه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. يبقى معروف في اللاترال فيو عندي في الساكرام بالجزء دي بسميه الاوريكولار سيرفيس. تمام. تمام. هنا طبعا واضح في الفيو دوت اهو، ادي الجزء اللاترال هو باين فيه ايه يا جماعه؟ باين فيه الاوريكولار سيرفيس زي ما احنا شايفينه كده، عشان لو جات لك فوتو. طيب لو انا قلبت بقى الساكرام من ورا، هلاقي الساكرال من ورا بقى يا جماعه بتبقى كلها خشنه، بتبقى ايه؟ بتبقى مليانه كريستس من ورا. اكتر كريست في النص هو التحام السباين من ورا في النص، بسميها ميديان ساكرال كريست. تمام. في النص بيلحموا مع بعض السباين من ورا وبيعملوا كريست واضح جدا، وبقيه السيرفس بيبقى معروض برضك مليان بكريست ثانيه بس مش عليكم تفاصيلها. طيب عايز اشوف ايه من ورا؟ عايز اشوف اول حاجه بدايتنا هي الفتحه اللي فوق دي. ايه الفتحه دي؟ دي بقيه الفيرتبرا الكنال يا جماعه، بس عشان انا جوه الساكرام فسميها ساكرال ايه؟ ساكرال كنال. فين هي؟ هنا اهي. لو انا بصيت على الساكرام من ورا اهو، المكان اللي داخل فيه القلم دي هي الساكرال ايه؟ كنال. لو شورت لك عليها تقولي ساكرال كنال. تمام. لو انا كملت بقى الكورس بتاعي كده اهو، هلاقي في نهايه ديت دي نهايه الساكرال كنال، فبقول عليها فتحه ايه؟ الساكرال كنال، اسمها ساكرال هيتس. ساكرال هيتس فين هي؟ هنا اهي يا جماعه، دي اسمها ايه؟ ساكرال هيتس. دي فتحه الايه؟ اللور اند بتاعت الساكرال كنال. يبقى من فوق اسمها ساكرال كنال، لكن من تحت بسميها ايه؟ ساكرال ايه؟ ساكرال هيتس. طيب على فوات على جانبي فتحه الساكرال هيتس دي بلاقي في ايه؟ زي قرنين كده، بسميهم ساكرال كورني او ساكرال هورن. تمام. فين هم هنا يا جماعه؟ الحتتين دول مش عارفه واضحه ولا لا، اهي الاثنين دول يا جماعه اهي اسمهم ساكرال هورني، اما في النص اسمها ساكرال هايتس، اما من فوق بسميها ساكرال ايه؟ ساكرال كانال. هنا ساكرال هورني او كورني، وبعد كده ساكرال ايه؟ ساكرال هايتس.
طيب في اي بيانات تانية؟ لا كده خلاص، يبقى ساكرال كانال ميديان ساكرال كريست في النص، وهم الشوك ملحومه مع بعض وتعمل الكريست دوت. تمام، الساكرال هييتس، الساكرال كورني زي ما احنا شايفينها كده. تمام، ولو انا لفيتها لاترالي هلاقي في الاوريكولار سيرفيس عشان الساكرو الياك جوينت، ومن قدام طبعا هيبقى عندي ساكرال برومونتري اللي هو جسم الفقره بارز من قدام، والجناحات بتاعتها بسميها الال اوف ذا ساكرام، والانتيرو ساكرال فورامنا اربعه على كل جانب منهم. يبقى ده شكل ايه الساكرام من قدام ومن لاترال فيو ومن ورا، ودي برضك شكلها هي من جوه، ودي بيوريك شكل الكنال، شكل الايه الكنال بتاعتنا ساكرا الكنال من جوه. تمام، ده كده بخصوص الفرتبرا كولمن. من حيث عدد الفقرات، شكل اللي بيميز كل منطقه، ازاي بعرف السرفايكل من اللمبر من الثوراسيك، الاربطه اللي موجوده مطلوبه منك في الامتحان كانيوميريشن لو جبتها لك في فوتو، برضك شكل الساكرم عامل ازاي لو نزلت سواء فوتو سواء على البون، سواء نزلت لك كبون يعني، تقدر ازاي تفرق ما بينهم لو نزلت لك حاجه برضك كده عن طريق ترانزفيرس بروسيس، عليه فاسيت يبقى ثوراسيك، مش عليه فاسيت يبقى هنعتبرها لمبر فيرتبري. في الترانزفيرس بروسيس في خرم او فرامنا ترانزفيرس يبقى سيرفايكل. اتمنى تكونوا فهمتوا السيشن العملي بتاع الفيرتبرا كولومين، وانا تحت امركم في اي استفسار. شكرا جزيلا، بالتوفيق.